عبر الهاتف الأستاذ أحمد المسعود وهو مدير المركز الإعلامي لنادي الشباب. أحمد أهلا وسهلا. ألو مساء الخير، أمسيك أرسي عليك أستاذ محمد وعلى ضيف الكريم وعلى جميع المتابعين الكرام. حياك الله. طبعا أحمد أنت الصامد الوحيد تقريبا بالشباب، اللاعبين تغيروا، الإدارة تغيرت، النواب تغيروا، ثلاث رؤساء وأحمد المسعود هو رئيس المركز الإعلامي. يعني لأجل الشباب كل شيء هنا إن شاء الله. حياك الله أحمد. 11 قضية، أول شيء مبروك طبعا، كيف حلت ولماذا في هذا التوقيت؟ وش اللي طرى؟ هل الإدارة الجديدة جابت فلوس معاها؟ وش صاير؟ طبعا الأخبار التي خرجت البارحة وتحدثت عن تسديد الشباب أو إنهاء الشباب لعدد من القضايا كانت صحيحة. هنالك عدد من القضايا التي تم إنهاءها البارحة، سواء من القضايا الملزمة السداد أو لم تكن ملزمة السداد. يعني هنالك خطوة أيضا استباقية من إدارة النادي برئاسة صالح بن العقيل لتفادي المشاكل التي عانى منها الفريق مؤخرا. جميل. نعم. طيب القضايا كانت ابرزها طبعا لرافينها وكذلك جيباروف، من في قضايا يعني معروفه ايضا، اعتقد أرسمندي ايضا هو الثالث. والله يعني اداره النادي لم تكن تفضل التعليق حول هذه القضايا كونها امور يعني كانت من المفترض ان تكون سابقا، يعني هي خطوه تصحيحيه يشكر عليها مسيرو النادي الذين يعني وفروا الدعم لانهاء هذه القضايا. وايضا هنالك بعض القضايا ان شاء الله غير ملزمة السداد سوف يتم انهاءها قريبا طبعا 11 مليون على 7 قضايا، معناته القضايا اصلا كانت يعني مبالغها معقوله او في يعني مش كبيره جدا اذا 7 قضايا ب 11 مليون. طيب في قضايا ايضا اعتقد واجبه السداد او واجبه التعامل معها خلال تقريبا او قبل الفتره الشتويه المفترض، صحيح؟ صحيح، لكن يعني انا من هنا احب اطمن المشجع الشبابي انه الشباب سيكون قادرا باذن الله على التسجيل في فتره الانتقالات الشتويه، اي انه سينهي جميع القضايا واجبة السداد بالاضافه الى تسليم اللاعبين مرتباتهم ان شاء الله. جميل. خلال فتره قريبه بالنسبه للرواتب متاخره 5 شهور في الشباب. نعم هنالك تاخير في الرواتب، وكما ذكرت باذن الله سوف يتم سداد ذلك للتمكن من تسجيل فتره الانتقالات. بالنسبه للقضيه او قضيتين اللي رفعوها اللاعب محمد بن يطو وكذلك جمال بالعمري، وش مصيرها وهل تناقشتم مع اللاعبين وهل فيه حلول قريبة؟ طبعا هذا الأمر يعني مجرد حدث إعلامية، بإذن الله اللاعبين سيستلمان حقوقهم إن شاء الله خلال. ما في أي قضايا مرفوعة؟ نعم ذلك بالنسبة لنا في الشباب لم يصلنا أي شيء. طيب اجتهادات أوكي، يعني ممكن يكون خبر صحيح لكن بالنسبة لكم أنتم ما وصلكم أي شيء. نعم. بهذا القبيل. طيب بالنسبة لكارينيو عنده مطالبات لتغيير لاعبين أجانب خلال الفترة الشتوية؟ طبعا كارينيو كان واضح تقريبا من الأسابيع الأولى له في الشباب، كانت لديه العدد من الملاحظات على قائمة الفريق الأول. طبعا دائما هو المدرب كارينيو يردد أنه يعني سيحاول أن يداري الأمور حتى فترة الانتقالات الشتوية لعله ان شاء الله يتمكن من جلب الاسماء التي تلبي احتياجاته. جميل. ماذا عن الفلوس اللي جت للشباب خلال الايام الماضيه في حراك؟ هل هي مع الاداره؟ هل هي كما كانت من اعضاء الشرف؟ هل هي حقوق عادت للشباب؟ وش اللي صاير؟ من وين جتكم فلوس؟ اذا يستطيع ان اسال. طبعا انا كل ما نعرفه انه دعم من مسيري النادي باذن الله. تحقق مطالبها باذن الله. جميل. أحمد مسعود مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. إذن أحمد مسعود تحدث عن أنه كارينيو يطالب الإدارة بتغيير بعض عناصر في جلد الفريق، يعني
أنكر تماما معرفتهم في إدارة نادي الشباب الجديدة أو السابقة بأي قضية مرفوعة من اللاعبين الجزائريين بنيطو وكذلك بالعمري. تحدث عن المديونيات وقال أنه حلت قضايا واجبة السداد وقضايا أيضا حلت بشكل استباقي قبيل يعني أن تهدد النادي بأي عقوبات. تحدث أيضا عن أنه كل الدعم الذي أتى للنادي حسب معرفتهم هو مسيري النادي وليست من مسيري النادي وليست من مصادر أخرى. أعتقد أنه الجواب الأخير دبلوماسي عادل ولا؟